تقريبا احنا البلد الوحيده اللي بيبدا فيها العام الدراسي قبل الموعد المحدد او قبل ميعاده الرسمي بحوالي شهرين. تقول لي الدراسه لسه هتبدا في نهايه 9 او في اول 10، اقول لك من النهارده واحنا لسه في بدايه 8 بدات الدروس الخصوصيه، وبدا معاها البحث عن الكتب الخارجيه، وبدا معاها كمان تكوين المجموعات واستنزاف جيوب المواطنين في ظل الازمه الاقتصاديه اللي احنا عايشين فيها. أزمتين بيعيش معاهم المواطن، كل واحد عنده ابن أو بنت في التعليم، الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، واللي مع الأسف أصبحت مافيا بتتحكم في التعليم المصري. الوزير والوزارة والحكومة ومجلس النواب كل عاجز قدام هذه المافيا، ومع الأسف المواطن وحده وجيبه وقوته ودخله ودخل أولاده اللي بيدفعوا الثمن. النهاردة زيادة 50% في أسعار الكتب الخارجية قبل بدء العام الدراسي. هو الكتاب اللي السنة اللي فاتت كان ب 100 جنيه، السنة دي 150 جنيه، واللي عنده 2 و3 في التعليم محتاج على الأقل ميزانية كده بالورقة والقلم حسبها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي. لو عندك 3 ولاد في التعليم محتاج لهم على الأقل 8000 جنيه كتب خارجية فقط في بداية هذا الموسم أو قبل بداية العام الدراسي، ده غير أجرة المدرس أو ثمن الدروس الخصوصية، وغير ثمن الملازم أو الملزمة اللي بيطبعها المدرس وغصب عن الطالب يشتريها، وغير ثمن المجموعات الخاصة وإيجار السنتر. كل دي أعباء بتضاف فوق دماغ المواطن، ده بسبب فشل التعليم، لأن المدرسة مع الأسف ما بتقدمش اللي الطالب عايزه. عجز زي ما بقول لحضراتكم 400,000 مدرس و250 أو 300,000 فصل، عجز في الخدمات اللوجستية، عجز في البنية التحتية، عجز في المؤسسة أو في المنشآت. النتيجة إما الدرس الخصوصي أو الكتاب الخارجي. عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية بيقول لنا عندنا زيادة 40% في أسعار الكتب حسب هذا الفيديو نقلا عن السيد صفا بركات. نتابع. على المطابع وعلى دور النشر، يعني حضرتك الورق فيه زيادة، الأحبار فيها زيادة، النهارده في عندنا في صعوبة في استيراد مستلزمات الإنتاج والخامات، عدم توفير الدولار في البنوك، ارتفاع سعر الدولار، كل ده أثر طبعًا على أسعار الكتب الخارجية. بس توصل لـ40%؟ طبعًا أنت حضرتك نسبة التضخم النهارده وصل لـ40%. نسبة التضخم دي فأنتوا بتزودوا طبقًا لنسبة التضخم. لا طبعًا، لا هو حضرتك التكلفة بتزيد. حضرتك كل حاجة النهارده فيها زيادة. يعني النهارده حضرتك النقل فيه زياده، الكهرباء فيها زياده، اجور العمال فيها زياده، الاستيراد فيه زياده في مستلزمات الانتاج والخامات، كمان مش بس في زياده، ممكن كمان يكون عدم توفرها بالقدر الكافي، عشان كده بيحصل النهارده زياده في الاسعار. وطبعا زياده حسب كلام اتحاد الصناعات ان الناس دي ابرياء، لا اللي بيصنع الكتاب ولا اللي بيطبعه ولا المكتبة اللي بتتاجر فيه ولا التاجر اللي هيبيعه لك هو السبب. السبب كالعادة هي أزمة الدولار وعدم وجود عملة صعبة، الورق اللي بنستورده من بره، الحبر اللي بنجيبه من بره، زيادة أسعار الغاز والكهرباء، فقال لك كل ده يصب فوق دماغ المواطن فنزود الكتاب الخارجي النهاردة 50%. فبقت أسعار الكتب الخارجية، ده اتحاد الصناعات بيوضح السبب وقال لك زي ما قلنا كده مع بعض الاستيراد والورق والحبر والكلام ده. فبقى عندنا اسعار الكتب بتبدا من 180 جنيه. يعني الطفل بتاع اولى ابتدائي، لو عندك طفل في اولى ابتدائي الكتاب الخارجي بتاعه ب 180 جنيه، متخيل؟ الكتاب بتاع اولى ابتدائي اللي هو 7 8 10 صفحات لو هتشتريه ب 100 جنيه. قال لك ان الاسعار بتبدا ب 180 جنيه توصل لحد 1300 جنيه. الاضواء مثلا على سبيل المثال واحد من اكثر الكتب مبيعا في بلدنا، حط لي كده سعر الاضواء، وقال لك زياده في اسعار كتاب الاضواء حوالي 30 ل 40%. حط لي صوره الاضواء. ايوه دي. المدير التنفيذي ده سلاح التلميذ، المدير التنفيذي لسلاح التلميذ قال لك ارتفاع سعر الكتاب بنسبه 30%. اما الاضواء كتاب الاضواء اللي بعده فهتبقى هيبقى سعره حوالي 670 جنيه. اللي هو في متناول المواطن الغني فقط. انت لو عندك 3 ولاد هتجيب فقط كتاب الاضواء محتاج على الاقل توفر 2600 2700.
ده فلوس ميتة كده بعيداً عن المواصلات والمصاريف اليومية والكتب والكراريس. وبالمناسبة أيضاً الأدوات المكتبية زادت حوالي 50%. تقول لي المواطن دخله زاد قد إيه؟ لا، المواطن دخله ما بيزيدش، اللي بيزيد فقط الأسعار. أما اللي داخل للمواطن لا، ده محلك سر، بل كمان بيتآكل منه بسبب زيادة التضخم. معايا فيديو لأحد تجار الكتب واللي بيقول لنا إن أسعار الكتب هذا العام غالية جدا. نتابع. الأسعار غالية جدا السنة دي، الأسعار بتزيد كتير، يعني ده زي ده جامد. يعني النهارده كتاب المعاصر الإنجليزي في تالتة إعدادي ده مش عارف 145 جنيه، كان الترم اللي فات كان أقل من كده، يعني زاد أكتر من 30%. كتاب الأساسي، وفي كتاب التدريبات، وبعد كده التدريبات والأسئلة، وفي كتاب ملحق صغير كده، ملحق الإجابات. وكتاب برضك المعاصر الرياضيات برضك بيبقى نفس الشيء، كتاب الأساسي بتاع الشرح، في كتاب للتدريبات والأسئلة، وبعد كده كتاب الإجابات. المعاصر أولى ابتدائي ماس، ده عامل 180 جنيه. ده لغات صح؟ ده لغات طيب. المعاصر كونكت بلس ثانية ابتدائي 165. طب أولى ابتدائي كونكت عامل 120 جنيه. والمادة الواحدة كمان مش بيجيبوا لها كتاب واحد، تقريبا المادة بيتجاب لها ثلاث كتب، كتاب أساسي وكتاب تدريبات وكتاب امتحانات. يبقى المعاصر اللي هو ب 750 جنيه أو ب 670 جنيه محتاج تدفع ثمنه ثلاث مرات، ده في أول ترم، وكذلك في الترم الثاني إن عشنا هتزيد أيضا الأسعار حسب كلام السادة المسؤولين. المواطن يعمل إيه؟ بقى عندنا النهارده حجز الكتب المستعملة من نص السنة. زمان لما كان حد يتصل عليك في وقت ما انتش متعود منه تقول ده عايز حاجة، النهاردة بيتصلوا عشان يحجزوا الكتب والملازم، لأن أعباء الأسرة المصرية بدأت تلجأ لبعض الحيل ده بعد ما يسمى أو بعد ظهور ما يسمى سوق سودا للكتاب في مصر. آخر حاجة كنت أتخيلها إن يبقى عندنا سوق سودا للكتب الخارجية، ده طبعا بعد ما بقى عندنا سوق سودا للأدوية، سوق سودا للفراخ واللحمة، سوق سودا للأكل المستعمل والجاتوهات. النهاردة كمان حتى الكتب الخارجية والملازم بقى لها سوق سودا، وبدأت الناس تلجأ لحيل زي الشحاتة وزي التربيط ما بين الأسر وما بين أولياء الأمور وما بين الناس المعارف من أجل استخدام الكتب المستعملة. تعرف سور الأزبكية ومنطقة الفجالة اللي كانت في يوم من الأيام قبلة المثقفين والناس يعني البهوات، النهاردة تحولت منطقة سوق الأزبكية ومنطقة الفجالة بعد ما كانت بتبيع كتب في الفن والثقافة والتراث والتاريخ والفلسفة والمنطق والإتيكيت، المنطقة دي بقت تبيع النهاردة فقط كتب مستعملة. وقال لك الكتب المستعملة بسور الأزبكية بديل أولياء الأمور هربا من غلاء النسخ الجديدة، ده لأن مع الأسف الحكومة فشلت في تقديم البديل أو حتى السيطرة على أسعار الكتب الخارجية. أنا عندي نموذج، ويمكن من الحاجات الطيبة بيقدموا ما يسمى ائتلاف أولياء أمور مصر. النموذج ده عملوا حملة خلال الكام يوم اللي فاتوا اسمها هنساعد بعض، واللي ابنه في خمسة ابتدائي هيوفر الكتب كلها ويديها للي ابنه في رابعة ابتدائي أو اللي داخل خمسة ابتدائي، ويحصل عملية يعني تكافل ما بين الأسر. دي المبادرة اللي أطلقها اتحاد أولياء أمور مصر هنساعد بعض لمحاولة تدارك ما فشلت الحكومة فيها. احنا ليه بنلف في هذه الدائرة المغلقة؟ وليه عندنا هذه المشكلة؟ وليه ولي الأمر مرغم يجيب كتاب ب 750 جنيه أو ب 1000 جنيه؟ وليه أصلا أنا مرغم أودي ابني درس خصوصي هو بيروح المدرسة كل يوم من 9 الصبح ل 3 العصر؟ ده لأن مع الأسف، وده بنقوله بكل أسف، الحكومة فشلت في توفير كتاب مدرسي يغطي المنهج كله، كما فشلت في توفير مدرس داخل المدرسة يشرح المنهج للطالب أو التلميذ، فالطالب بيبحث عن كتاب خارجي، بيبحث أيضا عن مدرس خارجي في الدروس الخصوصية. الخبراء بيصرخوا الكتاب المدرسي بيتهاوى.
اعتقد كلكم عارفين ولادكم بيستلموا الكتاب المدرسي اول السنه بيحطوا على الرف لحد الامتحانات، لا بيذاكر ولا بيبص فيه ولا بيطلع ولا حتى بيحل تدريبات، لان كل ده مجرد حبر على ورق ملوش اي لازمه، لا بيغطي احتياج الطالب ولا بيغطي المنهج بشكل كويس ولا بيشرح الماده زي اللي بيشرحها الكتاب الخارجي. المصيبه السوداء ان الخبير التربوي اللي حط الكتاب الخارجي اللي بينباع ب 1000 جنيه هو الخبير التربوي اللي حط الكتاب الداخلي او كتاب الدراسه بتاع وزاره التربيه والتعليم واللي المفروض بياخده الطالب من الحكومه بسعر مخفض، لكن ده عامل ضميره عشان بياخد فلوس وده باع ضميره لانه موظف، رغم ان الحكومه بتقول لنا ان السنه اللي فاتت فقط دفعت 1,550,000,000 جنيه لطباعه الكتب. والمصيبه طول ما انت فاهم ان التطور طوب وزلط وان تطوير المناهج طباعه وكتب والوان وصور عمرنا ما هنتقدم، انك تطور المنهج مش تروح تطبع لي كتب بمليار و550,000,000 جنيه وانت سايب المحتوى داخل هذه الكتب لا يصلح ولا يغطي ولا يمنع الطالب او يقدم بديل للكتب الخارجيه. اولياء الامور بعد انفاق 1,500,000,000 جنيه عايزين نطور الكتاب المدرسي للقضاء على مافيا الكتب الخارجيه، لكن الحكومه شايفه ان الدفع او الورق واللي النهارده سعره زاد الضعفين او زاد الضعف مره ونص هو اهم حاجه، وبناء عليه الكتاب الخارجي هيفضل مستمر وهتفضل السبوبه مستمره. الغريب انا فاكر في 2018 او في 2017 لما اعلن الوزير السابق طارق شوقي عن تطوير نظام التعليم قال لك احنا بنطور نظام التعليم من اجل حاجتين، ايه هما يا دكتور؟ قال لك القضاء على الدروس الخصوصيه والقضاء على الكتب الخارجيه. النظام الجديد خلى الطلبه اللي ما كانتش بتاخد دروس بتاخد درس، واللي بياخد درس بقى بياخد درس عند مدرس واتنين عشان يقدر يفهم، واللي كان بيحاول يتعامل مع كتب الوزارة والحكومة غصب عنه النهاردة بيشتري الكتاب الخارجي، رغم وعد الحكومة النظام الجديد هيقضي على سبوبة الكتب الخارجية. فشل النظام الجديد وفشلت السبوبة والنتيجة أولادنا بيدفعوا الثمن. شوف كده مركز أو مدير مركز تطوير المناهج بيقول إيه عن الكتب الخارجية. أنا عارف إنك مجبر تجيب كتب خارجية لابنك وعارف إنك بتوفر من رزقك وقوتك عشان تشتري الكتاب سعره الطاق 2-3 وعارف انك بتبقى فرحان لما توفره لابنك، لكن شوف الخطر اللي انت بتشتريه بفلوسك لعيالك بيتقال عنه ايه. ظاهرة دمرت التعليم، مدير مركز المناهج ان الكتاب قال ان الكتاب الخارجي شوه فكرة التعلم وخدم الحفظ والتلقين ومنح المعلومة للطالب في شكل كبسولة. احد التربويين قال ان الكتاب الخارجي عمل خلل. أولياء الأمور بيشيدوا بعدم وجود ملازم خارجية، ده في نظام التعليم، لكن بنستعيض عنها بالحاجات اللي بنشتريها من بره. أم الدكتور طارق شوقي في 2019 قرر سحب جميع تراخيص الكتب الخارجية، فبدأت الكتب الخارجية تطبع تحت بير السلم. فشل الدكتور في إيقافها فقرر يتصالح مع الشركات، وفرضت وزارة التعليم على كل كتاب ترخيص كل كتاب دفع 300,000 جنيه. من 2019 لحد النهاردة 300,000 جنيه اللي خدتهم وزارة التعليم بمبدأ لو معرفتش توقف السبوبة خد منها شوية، اللي دفع تمنهم هم أولياء الأمور. الكتب الخارجية سبوبة تتحدى القانون، وزارة التعليم مع الأسف لما فشلت في إيقافها قررت تستفيد منها زي ما عمل كده طارق شوقي مع موضوع الدروس الخصوصية. طلع الوزير اللي فشل يوفر البديل داخل الوزارة يطالب أولياء الأمور ما تضيعوش فلوسكم على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية. أنا أتحدى على الهوى هوت دكتور طارق شوقي تكون بنته ما بتاخدش دروس خصوصية وما بتجيبش كتب خارجية. أتحدى دكتور رضا حجازي وزير التعليم الحالي السادة وكلاء الوزارة في المحافظات السادة مدراء المدارس والنظار السادة المسؤولين عن العملية التعليمية اللي بيطالبونا ما نديش ولادنا دروس خصوصية وما نشتريش كتب خارجية انهم يعملوا كده.
دول اصلا بيصفروا اولادهم يتعلموا بره لانهم شايفين وعارفين ان التعليم في بلدنا مع الاسف ميت وعمال يتضرب كل يوم بمئة جزمه قديمه، وهو مات من زمان وبقينا مع الاسف في المركز قبل الاخير في جوده التعليم. ارحموا الناس، ارحموا اولياء الامور، ارحموا الطلبه والطالبات، كفايه الاعباء اللي على الاسر، ما تجيش كمان في الورق والكتب اللي بتترمي بعد كام شهر في الزبالة. وحتى الناس بتذاكر وبينجح ولاد البهوات وولاد الأكابر في اللجان الخاصة في الثانوية العامة. فاصل ونروح نشوف ماذا حدث في الكهرباء، الحدوتة الكبيرة والصداع اللي بقى أهم حديث في البيت المصري خلال الشهر الماضي.